tell you a good story. Okay. I have three friends. All three of them had stage four cancer. All three of them don't have cancer right now at all. And they had some serious stuff going on. And what did they take? Jesus. They took some... what you've heard they've taken. Ivermectin. Fembendazole. Fembendazole, yeah. I'm hearing that a lot. They drank hydrochloride something or other. Yeah. This stuff works, man. عقار معروف في الطب منذ سنوات عديدة بفعاليته الكبيرة في علاج الطفيليات والأمراض المعدية مثل الجرب وداء كلابية الذنب، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ العلماء في استكشاف جوانب جديدة لهذا الدواء، لعل أبرزها دوره المحتمل في مكافحة السرطان. الإيفرمكتين هو دواء مشتق من كائنات طبيعية تعرف بالبكتيريا الشعاعية ستريبتومايس أفرميتيلس. تم اكتشافه في السبعينيات، وحصل مكتشفوه على جائزة نوبل في الطب عام 2015 بفضل إنجازهم في محاربة الأمراض الطفيلية. بدأ الاهتمام بالأفرميكتين في أبحاث السرطان عندما أظهرت دراسات مختبرية على الخلايا والأبحاث على الحيوانات قد يكون له تأثير مثبط على نمو بعض أنواع الخلايا السرطانية. يعمل هذا العقار على تعطيل بعض المسارات الحيوية في الخلايا السرطانية مما يؤدي إلى وقف تكاثرها. تشير بعض الدراسات إلى أن الأفرمكتين قد يزيد من فعالية العلاجات التقليدية مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي عن طريق جعل الخلايا السرطانية أكثر حساسية لها، كما يعزز أيضاً قدرة الجهاز المناعي على استهداف الخلايا السرطانية، مما يفتح الباب أمام استخدامه في العلاج المناعي. ورغم النتائج الواعدة في المختبر على الحيوانات، هناك عدة تحديات يجب التغلب عليها قبل استخدام الأفرمكتين في علاج السرطان لدى البشر، حيث لم تصل الدراسات بعد إلى مرحلة التجارب السريرية الموسعة التي تثبت فعاليته وسلامته لعلاج السرطان. قد تظهر آثار جانبية إذا استخدم بجرعات أعلى من تلك المستخدمة في علاج الطفيليات. الإيفرمكتين يمثل أملاً جديداً في البحث عن علاجات مبتكرة للسرطان، ولكن لا يزال أمامنا الكثير لفهم كيفية استخدامه بأمان وفعالية. الأبحاث مستمرة، والعلماء متفائلون بإمكانية استغلال هذا الدواء الشهير بطرق جديدة تخدم الإنسانية في معركتها ضد هذا المرض. حتى ذلك الحين يبقى الأفرمكتين تحت الدراسة، ويجب أن يستخدم فقط تحت إشراف طبي وفي سياق العلاجات المصرح بها. شكرا لكم على مشاهدتكم. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. دعمكم يشجعنا لنقدم الأفضل دائما. إلى اللقاء في الفيديو القادم.